تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. قرار غير معلن لجماهير النادي الاهلي اتخذوا النادي الاهلي ضد موسيماني. موسيماني هيرحل، موسيماني هيستمر في انقسام داخل النادي الاهلي وفي انقسام داخل جماهير النادي الاهلي ما بين مؤيد ومعارض لفكره رحيل او استمرار موسيماني في تدريب النادي الاهلي. عايزين تعرفوا موسيماني هيقعد ولا هيمشي؟ تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ده عشان نعرف موسيماني قاعد ولا مش قاعد. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك الجميل بتاعك، وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه، وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. الاهلاويه اللي مشتركين بالفعل معايا اتاكد ان انت مفعل زر الجرس واختيار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه. يلا نطلع ونسمع ونشوف موسيماني قاعد ولا ماشي ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. ان الرجل في اتجاه متزايد يطالب برحيله، ده داخل الاهلي مش على بقى المستوى الاعلامي او على مستويات خارج الاهلي. ايه السبب؟ واحد، انه الاهلي خسر القابا في الفتره الاخيره لم يعتد ان يخسرها، زي الدوري السنه اللي فاتت، السوبر المصري امام طلائع الجيش، دوري ابطال افريقيا امبارح. اتنين، تراجع اداء الفريق في الفتره الاخيره. اي نعم تحسن الاداء على فترات في بعض المباريات الكبيره فقط، لكن بشكل عام المستوى غير مرضي. ثلاثة، تراجع مستوى بعض اللاعبين وعدم تطور مستوى البعض الاخر، الى جانب ابتعاد عدد كبير عن مستواهم بالفريق وعدم الاستفاده منهم بالشكل الامثل. رابعا، كثره الراحات التي يحصل عليها الفريق وعدم وجود وقت كاف لتجهيز اللاعبين او تدريبهم بشكل جيد على الفنيات. خمسة، رفض موسيماني تدعيم جهازه بوجود بديل لمواطنه كيفن جونسون اللي رحل منذ عام تقريبا، ورفض المدير الفني الجنوب افريقي الاقتراحات كافة لاضافة عنصر جديد. دي كانت الردود لما سألنا الطرف اللي بيقول ان موسيماني هو واطراف اخرى مش الافضل استمراره. من الوضع الحالي ما نستشفه احنا في برنامج الماتش، وهي ليست معلومة قد ما هي استنتاجات للرأيين المتعارضين، هو ان موسيماني على اقل تقدير سيستمر لنهاية الموسم الجاري. يعني لا نتوقع تغييرا لرأس الجهاز الفني للاهلي خلال فترة التوقف الدولي الحالية. سيستمر موسيماني على الأقل لنهاية الموسم، ثم يجد ما يجد بعد نهاية الموسم، وده بيتوافق مع رؤية الأهلي أو شبه الدائمة بأنه الحساب بيكون بنهاية الموسم. بدأنا موسما علينا فيه ملاحظات بندونها، بنستمر في الدعم، ثم نصدر القرار بنهاية الموسم. طبعا طبعا خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا بتبقى هزتها أكبر من أي هزة. طبعا فقدان لقب الدوري السنة اللي فاتت هزته كانت كبيرة، لكن بعد الهزة دي الأهلي جدد مع موسيماني، وبالتالي الصوت الأعلى هو صوت استمرار موسيماني مش رحيل موسيماني. وإن كان الصوتين موجودين بالفعل، لكن الصوت الأعلى هو صوت استمرار موسيماني أو الصوت الأقوى. ليه بقى؟ لأنه ممكن يكون الصوت بتاع استمرار موسيماني عدد أصحاب الصوت ده اقل من عدد اصحاب الصوت بتاع ان موسيماني يمشي، لكن صوت اللي بيقولوا ان موسيماني يبقى اعلى. صوت اللي بيقول ان موسيماني يستمر قوته ابعد. مصداقية القرار او اتخاذ او درجة اتخاذ القرار فيه اعلى، وبالتالي نتوقع ان يستمر موسيماني على الاقل لنهاية الموسم. هل بقى بعد نهاية الموسم سيستمر موسيماني لموسم اخر لاستمرار تعاقده، ولا بالتراضي يرحل، ولا بفسخ التعاقد بشرط جزائي يرحل؟ ده اللي بننتظره حاليا بالنسبة للاهلي اللي بيستعد لمباريات اخرى، اكيد ما بين بقى محلية في الكاس السيزون اللي فات، السيزون الحالي، او الدوري المصري الممتاز
اللي عنده فيه مؤجلات بيسعى فيه للاقتراب او ربما الابتعاد حتى بالنقاط عن بيراميدز وعن الزمالك، ان الاهلي بيبحث في سير ذاتية لمدير فني قد يأتي في حالة رحيل بيتسو موسيماني عن الاهلي. ده كان موجود وقت تفاوض الاهلي مع بيتسو موسيماني لتجديد التعاقد، قصة امتدت طويلا ما بين تصريحات لموسيماني قالها في العلن في مؤتمرات صحفية انه يا ريت ننجز عشان انا عايز ابقى اركز مع الفرقة، ما بين رؤية من جانب بعض المصادر في الاهلي ان الراجل طلباته غير منطقية هو ووكيلته، وبعض الامور المختلفة. ولكن ده كان مرتبط كمان ببعض الرفض من الناحية الفنية لبعض الاصوات صاحبة القرار داخل الاهلي على ما يقدمه الاهلي من مستوى فني تحت قيادة بيتسو موسيماني. ثم جاءت الخسارة لنهائي دوري ابطال افريقيا علشان تعود هذه الاحاديث من جديد. هل يستمر موسيماني حاليا ولا هل يمشي موسيماني دلوقتي؟ هل يكمل لنهاية الموسم ولا الراجل ده اساسا مش هيلحق بنهاية الموسم؟ هل التوقيت هو الجيد لرحيله دلوقتي ولا اساسا خسارة مباراة نهائية لا تعني رحيل الرجل؟ تعالوا مع بعض نشوف لما سألنا مصدر في الأهلي، لأنه بكل تأكيد هتحصل اجتماعات ما بين إدارة النادي والرجل المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي، وما بين لجنة التخطيط، ما بين شركة الكرة، وده كله أكيد هيبقى الغرض منه الاستفسار عن أسباب الخسارة وعن أسباب تراجع المستوى في اللقاءات السابقة حتى لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا. احنا توجهنا لمصدر مسؤول في مجلس إدارة النادي الأهلي وسألناه ما هي حقيقة احتمالية رحيل، ولا نرى أي سبب حالي واضح احتمالية رحيل بيتسو. احنا توجهنا لمصدر مسؤول في مجلس إدارة النادي الأهلي وسألناه ما هي حقيقة احتمالية رحيل بيتسو موسيماني عن الأهلي حاليا. كانت إجابته إنه لأ، ولا نرى أي سبب حالي واضح لرحيل بيتسو موسيماني. تعالوا نشوف ماذا قال المصدر داخل النادي الأهلي على مستوى الإدارة. قال: لا تغيير في الجهاز الفني، فأولا الوقت لا يسمح بالتغيير. زي ما انتوا عارفين الأهلي عنده لقاء يوم الأحد في كأس مصر في النسخة الحالية، بعدها يعود بعد التوقف للقاءات الدوري بلقاء مع الزمالك في قمة يحتاج فيها الفريقان إلى انتصار، وقمة فاز في ذهابها هذا الرجل على الزمالك ب5-3. المصدر قال ان النتائج اساسا لا تؤدي الى رحيل بيتسو موسيماني، فنحن للعام الثالث على التوالي وصلنا لنهائي دوري ابطال افريقيا. طب ماذا عن خسارة الامس؟ قال المصدر ان من الممكن ان الفريق يحتاج الى تدعيم، وهذا سوف يحدث بالتأكيد، ودي في اشارة الى رفضه لبعض مستويات يقدمها لاعبو الاهلي اللي تعاقد معهم الفريق خلال السنوات الماضية بمبالغ حتى كبيرة. قال: لكننا رغم حاجتنا للتأكيد لسنا منهارين كما يحاول ان يصور البعض. قال: نعلم اين نقف كفريق، وهو وضعنا الحالي نعلمه بشكل جيد. قال ان احنا قادرون على علاج اي سلبية موجودة بالطريقة التي اعتدنا عليها. قال: لن يجبرنا احد على قرار قد يضر مصلحة الاهلي. والنقطة الاخيرة دي ممكن نقف عندها لبعض الثواني. يرى بعض المسؤولين في الاهلي ان في ناس مش عاجبها مستوى موسيماني، فهي اللي بتروج لفكرة رحيل موسيماني او بتضغط على ده، سواء اعلاميا من خلال تحليلهم او من خلال ضغطهم على بعض الاسماء الموجودة في ادارة الاهلي او الموجودة في شركة الكرة في النادي الاهلي. طيب، وبالتالي لا، احنا عارفين كويس احنا بنعمل ايه، ومش شايفين ان الامر يستدعي تغييرا حاليا، فمش هتمشونا على مزاجكم. ده كلام الادارة اللي هي في النهاية اكيد صاحبة القرار بالتعاون مع شركة الكرة في النادي الاهلي. لكن توجهنا بسؤال اخر لمصدر اخر داخل النادي الاهلي برضو من اصحاب صناعة القرار، عن هل سيرحل موسيماني خلال الايام المقبلة او على الاقل بعد نهاية الموسم، ام يمتد تعاقده لمدة موسمين كما مده الاهلي
مع الرجل قبل شهرين، فكانت إجابته الحقيقة إن إحنا عندنا ملاحظات ونرى أنها لم تتحسن خلال الأشهر الماضية، فما زلنا عند رأينا إنه هذا الرجل ليس هو الأنسب للأهلي في هذه المرحلة. طب ليه؟ تعالوا نشوف إجابات المصدر المسؤول جدا داخل النادي الأهلي. الإجابات كانت إن الرجل في اتجاه متزايد يطالب برحيله، ده داخل الأهلي مش على بقى المستوى الإعلاني أو على مستويات خارج الأهلي. السبب واحد إنه الأهلي خسر ألقابا في الفترة الأخيرة لم يعتد أن يخسرها، زي الدوري السنة اللي فاتت، السوبر المصري أمام طلائع الجيش، دوري أبطال إفريقيا امبارح. اتنين، تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة. أي نعم تحسن الأداء على فترات في بعض المباريات الكبيرة فقط، لكن بشكل عام المستوى غير مرضي. تلاتة، تراجع مستوى بعض اللاعبين وعدم تطور مستوى البعض الآخر، إلى جانب ابتعاد عدد كبير عن مستواهم بالفريق وعدم الاستفادة منهم بالشكل الأمثل. رابعا، كثرة الراحات التي يحصل عليها الفريق وعدم وجود وقت كاف لتجهيز اللاعبين. زي ما حضراتكم سمعتوا هاني حتحوت، هاني حتحوت كلم مصدر داخل النادي الأهلي رفض ذكر اسمه وقال له ان موسيماني مكمل في النادي الأهلي ومفيش ما يستدعي ان موسيماني يرحل. وأزيدكم من الشعر بيت، ان موسيماني لو فاز على نادي الزمالك واخد الدوري موسيماني هيكمل مدته مع النادي الأهلي، ومع تدعيم للفريق في بعض العناصر هتمشي من النادي الأهلي وفي بعض العناصر هتستمر في النادي الأهلي، ولكن في تدعيمات قوية جدا للنادي الأهلي. ولكن موسيماني في انقسام حاد عليه على المستوى الجماهيري حتى في مجلس الإدارة، ولكن هم بيقولوا احنا مش هناخد بالقطعة، احنا نشوف آخر الموسم هو حقق ايه. هو خسر الدوري الموسم اللي فات، خسر السوبر مصري الموسم اللي فات، خسر دوري ابطال افريقيا الموسم ده، وبالتالي مش هنروح على كاس عالم للانديه. الناس اللي بتقول لك بياخدوا اول وتاني تقريبا ده من الموسم القادم مش الموسم الحالي، وكمان ما شاركناش في دوري في كاس السوبر الافريقي. اذا هنشوف المحصله بتاعته، هو لما جه عمل ايه ودلوقتي في ايه، وهل اداء النادي الاهلي مقنع او لا. في كل الحالات انا عن نفسي مش عايز موسيماني يستمر، ولكن لو مجلس إدارة النادي الأهلي قرر إن موسيماني يستمر هدعمه وأقف في ظهره، على الرغم إن أنا مش بحبه ومش عايز يقعد في النادي الأهلي لأنه ضيع هوية النادي الأهلي، ولكن مجلس الإدارة شايف اللي أنا مش شايفه، خلاص يبقى تعظيم سلام لمجلس الإدارة، مش سمعنا وقطعنا، ولكن إحنا بنقف في ظهر نادينا وبندعمه، على الرغم إن ممكن يكون القرار خطأ، أنا هقول القرار خطأ، ولكن في النهاية هدعم تواجد موسيماني مدام مجلس إدارة النادي الأهلي شايف كده. بس أنا شايف إن موسيماني ما يستمرش، أنا شايف إن أنا وجهة نظري كده كمتابع ومشجع للنادي الأهلي، ولكن لو حصل العكس خلاص إحنا مدعمين ومساندين، ولكن في بعض اللعيبة محتاجة غربلة ومحتاجة إنها تمشي من النادي الأهلي، دي ما فيهاش كلام. موسيماني قاعد لآخر الموسم، لو كمل مدته هيبقى في شرطين، أول حاجة تفوز لي على نادي الزمالك بنتيجة وبأداء كويس، تاني حاجة تفوز بالدوري. لو حصل الاتنين دول موسيماني هيكمل المدة بتاعته في العقد بتاعه اللي هي امتدت لموسمين. لو اتهزم لا قدر الله من نادي الزمالك، لو ما اخدش الدوري موسيماني هيتم يعني اقالته بشكل فوري من النادي الاهلي. ده كان الفيديو بتاعنا، بشكركم للمتابعة. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، لو اول مرة تشوفني اول مرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.